أعلن المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الموانئ التابعة للهيئة قد شهدت نشاطاً لافتاً خلال العام 2023 من خلال استقبال 3414 سفينة متنوعة بإجمالي حمولات بلغ نحو 78 مليون طن. واستقبلت موانئ العريش وشرق وغرب بورسعيد بالمنطقة الشمالية والمطلة على البحر المتوسط إجمالي 2973 سفينة بطاقة بلغت 51.1 مليون طن طاقة محققة. واستقبلت كل من موانئ السخنة والأدبية والطور بالمنطقة الجنوبية على البحر الأحمر 1017 سفينة بإجمالي حمولات وصلت إلى 26.9 مليون طن، وذلك خلال العام. نفذ برنامج مشروعك أكثر من 210 ألاف مشروع بإجمالي استثمارات بلغت 27 مليار و800 مليون جنيه منذ انطلاقه، ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستفادة من الدور المتعاظم الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم التنمية الاقتصادية وأيضا مكافحة البطالة. يوفر برنامج مشروعك برامج تمويلية ميسرة تتيح قروضا للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، وذلك في كافة المجالات الإنتاجية التي تساهم في سد احتياجات السوق المحلي وتوفير فرص عمل حقيقية تساعد في زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة. تتواصل فعاليات الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة ما بين مصر والاتحاد الأوروبي ببروكسل، ذلك على هامش هذه الفعاليات التقت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مع المفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسع أوليفر فاريلي. خلال اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي على أهمية وعمق العلاقات الاستراتيجية المصرية الأوروبية الممتدة على مدار عقود، وأيضا حرص الدولة المصرية على تطوير تلك العلاقات نحو آفاق أرحب بما يلبي أولويات التنمية ويعزز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية ويعزز العمل المناخي وفقا لأولويات الدولة. أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي أكد استمرار الجهاز في تقديم الدعم التسويقي المتكامل، وذلك للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة من خلال العمل على مشاركة أصحاب المشروعات وعملائه في كبرى المعارض المحلية والدولية. جاء ذلك لمناسبة مشاركة الجهاز في معرض بغداد الدولي، والتي تأتي استمرارا لخطط عمل الجهاز بالتوسع في التعاون المثمر مع الدول العربية وتعظيم الاستفادة من العلاقات الاقتصادية والتجارية مع هذه الدول نظرا لكونها سوقا واعدا أمام الصادرات المصرية. وإلى البورصة المصرية التي أنهت تعاملات آخر جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين وأيضا الأجانب وسط تداولات بلغت 4 مليارات و990 مليون جنيه. خسر رأس المال السوقي نحو 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى تريليون و971 مليون جنيه. ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة بلغت 0.29% مغلقا عند مستوى 27666 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة بلغت 1.33% مغلقا عند مستوى 6584 نقطة، فيما صعد مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 1.11% ليغلق عند مستوى 9319 نقطة. أظهر استطلاع
لتراجع أنشطة الشركات في منطقة اليورو هذا الشهر، وأن التحسن في توقعات قطاع الصناعات التحويلية قابله انخفاض حاد في قطاع الخدمات المهيمن على المنطقة. ارتفع أيضا مؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد اند بورز جلوبال إلى 47.9 نقطة هذا الشهر من 47.6 في ديسمبر. توقع الاستطلاع أيضا أن يبلغ المؤشر المستوى 48 نقطة، لكنه ظل أقل من مستوى 50 نقطة، وهو الفاصل ما بين النمو والانكماش، وذلك للشهر الثامن.